السلام عليكم، بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا، الله يكرمك. الله يبارك فيك، تفضل. دلوقتي بالنسبة لفدية رمضان، فدية رمضان أنا بيبقى ناس بيجيبوا لي يعني فلوس وكده، وبطلع فدية رمضان في المسجد يعني بالوكالة وكده. يعني إيه فدية رمضان؟ اللي هو إطعام يعني عن مسكين، إطعام يوم عن رمضان يعني. فطبعا باجي أطلع، فساعات في ناس جابت لي فلوس وأنا معرفش مثلا في ورقة ولفنها، فالمبالغ بتبقى ضعيفة، على أساس إن أنا بطلع ساعات كيلو ونص أو كيلو و400 جرام رز عن الفرد. فهل ده كده صح؟ أو أنا يعني أعمل إيه في الإطعام بالنسبة لرمضان؟ أو يعني المقدار يبقى إيه؟ يعني يعني مثلا في واحد بيجيب لك إيه 5 جنيه ويقول لك أطعم لي مسكين، ولا إيه؟ مش فاهم. لا يعني مثلا بيجيب لي 20 جنيه. يقول لك ماذا؟ يديني دول 10 ايام، 20 في 30 مثلا 600 جنيه، يقول لي دول بتوع رمضان. طيب اخر رمضان علبه الكشري بكام عندكم في بلدكم؟ علبه الكشري دلوقتي يعني ممكن 15 كده حاجه زي. خلاص هات علبه الكشري، علبه الكشري كبرها شويه ب 20 واخلص. ماشي، ربنا يجزيك خير.